فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عقد على امرأة وبقيت عند أهلها فترة الملكة قبل إقامة حفل الزواج، بقيت عندهم سنة كاملة، فهل عليه أن ينفق عليها عندهم؟ لا، ما ينفق عليها حتى يتسلمها. إذا تسلمها فعليه النفقة، أما ما دام لم يتسلمها والسبب من عندها أو من عند أهلها فليس عليه شيء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.